مشكلتي. وأعتقد كمان إن فريق العمل ممكن يكون متعرضش ليها. عملت إيه علشان تعيشها؟ قريت ناس تقارير، اتفرجت على حاجة. كتير بيتقال إن أنت ممكن ما حسيتش قوي بالمعاناة. أنا شايف مختلف عشان أنا اشتغلت مخرج كمان في السيكول. أنا عشت كل المنطقة بتاعت المنطقة في كل الأماكن، وكنت بشوف الناس اللي ممكن تهجر وظروف تأمينهم مش بلازمة يعني، كانت بتستعمل فلوس ده غير عادي بيهم، وكنت عاوز أحكي قصة عنهم تحكي أقرب من المهجر ما نبقاش إن أنا أتكلم عنهم عادي. هم أرقام مثاليات دايما هتكلم عنهم في الأخبار. كنت عايز أقرب أكتر أشوف القصة دي عاملة إزاي. في الفريق العمل وأنا كنا عايشين جدا في مخيم. أنا حسيت وهم عاشوا عشان ما نبقاش معاهم كناس لسه بتاكل ضحايا حرب. بعد كده بروح المخيم كنا عاملين جدا وأنا لسه بنشوف كل شيء جديد ونخش بالجديد بجد وعشت مكان عيني لسه بتقراها لأول مرة بعد مرة تانية ثلاثة خمسة كده عيني متعود عليها. ده دور الفيلم ميكرز، مش لازم يعيشوا أبدا تجربة حد عشان يعيشوها. احنا بنحكي قصص الناس من وجهة نظرهم عليهم، فمش لازم علي والكرو يكون عايش في مخيم أو كلاجئ عشان يحس بمعاناة حد ويحكيها. في كمان حاجة مهمة، انا مع فكره لما في الشركه من مصر اقدر اعمل فيلم في الصين يعني انا اللي جاي اللي كمان في الهند على فانا بقول في شيء مشترك ما بين الناس ان انا انسان هو انسان عندنا قصص ممكن نحكيها في المكان. ده مش معارض عليه بس كويس ان انا اكيد جدا بس مش معارض عليه. في خلال الجزء ده انا اعرف